شجعني على كل جديد، انا نفسي اكون حد مفيد. اي حد فينا محتاج ان حد يدعمه، محتاج ان حد يقف جنبه، محتاج ان حد يشجعه، محتاج ان حد ياخد بايده. ممكن يكون متردد في اخذ رايي، ولا في ان هو يثبت على مبدا، او في ان هو يبقى واثق في نفسه، او ان هو يبقى مميز، او ان هو يبقى مؤثر. عشان كده جه البرنامج بتاعنا شجعني. شكرا اني شجعك على كل حاجه حلوه، شجعك ازاي تقاوم الملل، شجعك ازاي تحارب الكسل، شجعك ازاي تبطل التدخين، شجعك انك تبقى واثق في نفسك وانك تبقى مؤثر. يشجعك كمان انك تحافظ على الصلاه، وتحافظ على صلاه الفجر، وتقرا القران، وتواظب على العباده، وتبقى شخص مميز في حياتك وفي عبادتك. تابعونا يوميا على قناه الداعيه احمد علوان وبرنامجكم شجعني. شكرا. شجعني وهقول لك شكرا، بس نحط الايد في ال